والأعداد عم بتزيد تباعاً اللي كانت موجودة، وهن الناس إضافيين عم ينضموا لهم من جونيا أو من مناطق أخرى. وحالياً يعني انتقلت الزحمة من جونيا باتجاه بيروت على نقطة الزوق تحديداً أو بالطلعة كمان، بما أنه المسلكين تسكروا. الطريق بجونيا فتحتوها؟ الطريق بس جونيا مفتوح. نعم. انتقلتوا للتسكير هون بالزوق؟ لأن التسكير هون ما رح تفتح نهائياً. قد ايه بقي؟ تحت تتحقق ما طلبنا، نحن شعب جوعانين، شعب ما في عنا أكل، ما في عنا نسبة بطالة قد ما بدك تقولي. يعني وضع ما بنحمل بقى، وصلت للاخر الخبريه. هلا بالنسبه لليوم يعني كيف رح تكون عندك فكره توجه الاحتجاجات؟ كيف رح تكون؟ يعني لاي ساعه رح تبقوا؟ كيف رح يكون التسكير دائم؟ صعيد على 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 لقدام بعد، هاي ماشي بعد هلا، بعد عشيه رح تسكر اكثر. عم بيكون في تنسيق بين المناطق هالمره؟ اكيد، تنسيق بين كل المناطق عم بتكون موجوده، نحن وجماعه جل الديب، كل الطرقات نحن اتصال نحن وياهم. شكرا لك. اذا رجعت ليال، الاجواء يعني هادئه بالذوق، عم نسمع الاغاني والاعلام اللبنانيه اللي ترفع. وحاليا يعني ما في اي اشكال اضافه بين الناس اللي رايحه بسياراتها والمتظاهرين اللي مصرين على البقاء مثل ما عم نسمع منهم. حتى العناصر الأمنية اللي كانت عناصر قوى الأمن الداخلة اللي كانت موجودة بجوني انتقلت مع المتظاهرين إلى الزوق. في بعض الأشخاص حتى افترشوا الطريق وجلسوا للتأكيد على البقاء والاستمرار بقطع الطرق. فينا نشوف ايضا مع زميل بول بوعون عناصر الجيش اللبناني اللي منن يعني. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعه نشره الظهيره.
أهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية مع العناوين. عون لا نملك ترف التأخير في تشكيل الحكومة، والحريري في بيروت وزيارة مفاجئة لباسيل إلى عين التيني، الشارع يشتعل من جديد ولبنان فاق على قطع الطرقات. أسبوع الغضب انطلق اليوم في كل المناطق اللبنانية، حيث نزل المحتجون إلى الشوارع في وقت تسارع فيه المفاوضات السياسية المرتبطة بتأليف الحكومة بعد الجمود الذي شهدته خلال الأيام الفائتة. مراسلو الـLBCI منتشرون منذ الصباح في هذه المناطق، وأنتقل الآن إلى طرابلس مباشرة مع الزميل يزبك وهبي. يزبك، نهار طرابلس معك. نعم، يعني كان هناك يوم طويل في طرابلس منذ ساعات الفجر وحتى الآن. خلال ساعات الليل كان هناك قطع للعديد من الطرقات اعتبارا من طرابلس مرورا بساحل المنيضوني وصولا حتى عكار. ونحن كنا هنا اعتبارا من الساعة 6:30 صباحا، الأوتوستراد عند نقطة البالما كان مقطوعا بالكامل، والسيارات فقط كانت تمر على الطريق الساحلية. دخلنا إلى طرابلس، قطع الناشطون بصديرة الميناء طوال الوقت تقريبا حتى الساعة 12:00. انتقل قسم كبير منهم إلى هنا حيث نقف مصديرة البحصاص المقطوعة منذ ساعات الصباح. هنا حصل إشكال بين الجيش اللبناني والمعتصمين، وكان عدد من الطلاب من بينهم لدى محاولة إحدى السيارات المرور، وحين ساهم الجيش في تسهيل مرور هذه السيارة والتي لم يكن فيها أي من المصابين أو الجرحى كما قال الناشطون هنا، يعني حصل تدافع بينهم وبين الجيش، وبالتالي في وقت لاحق يعني بعد هذا التدافع حصل رمي للحجارة، فقام الجيش اللبناني بإطلاق عدد طلقات من الرصاص المطاطي فأصيب شابان، فيما أصيب ضابط من الجيش إصابة في رأسه بحجر، نقل الثلاثة إلى المستشفيات للمعالجة. في هذه الأثناء هنا ما زال الناشطون يقفلون هذه المستديرة الأساسية، هناك زحمة كبيرة. لاحظنا أن نبض هؤلاء المحتجين والمنتفضين عاد اليوم بقوة أكثر، قسم كبير من المدارس والجامعات مقفل في طرابلس وفي منطقة الجوار من القلمون حتى البداوي إلى منطقة المنيا الضنية. كذلك الأمر هناك استعداد لانطلاق مسيرة عند الساعة 2:30 من مستديرة النور، ستجوب شوارع طرابلس للتأكيد على أن الانتفاضة مستمرة، على أن المطلوب حكومة اختصاصيين مستقلين ورفع أيدي السياسيين عن هذه عن تشكيل الحكومة، علما أنهم أبدوا عدم ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب على تأليف هذه الحكومة. هذا هو الوضع في طرابلس. شكرا للزميل يزبك وهبي. وعلى الأرض استخدام إطارات وعواميد كهرباء منذ الصباح في منطقة فرن الشباك، من حيث تنضم إلينا الزميلة رمي درباس. رمي، تفاصيل نهار فرن الشباك معك. نعم ليال، الوقفة الاحتجاجية في فرن الشباك التي بدأت عند الساعة 7 صباحا ما تزال مستمرة حتى هذه الساعة، وستستمر على أبعد تقدير إلى ساعات المساء، إذ قبل قليل استخدم المحتجون هنا خلفي استخدموا الطبل وبدأوا قرع الطبول والهوتفات. هذا المشهد ما كنا عم نشوفه صباحا، المشهد الصباحي كان يختصر ب كما ذكرتي استخدام عواميد كهرباء، إحراق إطارات، وضع إطارات في منتصف الطريق إن كان تحت في شارع العريض تحت الجسر، وإن كان على الأوتوستراد الحزمية الشفية الحزمية، حيث الطريق ما تزال مقطوعة حتى الساعة بالإطارات المشتعلة، ونشاهد دخان يتصاعد في المنطقة، إضافة إلى هذه النقطة في شارع العريض حيث نقف ما تزال مستوعبات النفايات تقطع الطريق أمام كل السيارات، حتى أن المحتجون أثوار عمدوا إلى وضع المازوت والزيت على مداخل المنطقة لمنع الدرجة النارية والسيارات وأي كان من المرور، وشهدنا أكثر من حادثة لسقوط عدد من الأشخاص عن دراجاتهم النارية. قبل قليل أيضا بدأنا نسمع صوت المفرقعات النارية التي بدأت ترمى في المنطقة من قبل المحتجين، وذلك للتأكيد على أن وقفتهم الاحتجاجية مستمرة والطريق ستبقى مغلقة ولن يتراجعوا عن ذلك. هذا هو المشهد باختصار هنا في فرن الشباك ليال. شكرا للزميلة رمي درباس. وإلى جسر رينج الذي شهد مواجهة ولو محدودة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، كيف تبدو الصورة الآن؟ الجواب مع أحمد عبد الله. أحمد، الصورة من على جسر رينج. نعم
أمام ليال. يعني نهار بيروت كان حافلا بالاحتجاجات آخرها على جسر الرينج المقطوع بمسلكيه تقريبا بالكامل تقريبا، إلا باستثناء يعني مسلك جزئي بموازاة برج الغزال. أيضا إلى جانب كنيسة مرمرون بمحاذاة سيف فيليج الطريق مقطوعة بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة وبحاويات النفايات المشتعلة. المتظاهرين مستمرون ومصرون على البقاء هنا على جسر الرينج، يطالبون بحكومة تكنقراط، حكومة إنقاذ، يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة، ويطالبون الدولة أو السلطة بأن تتحرك بجدية أكثر، حيث يعتبرون أن السلطة تستخف بهم وتستخف بما يطالبون به. هذا هو المشهد من هنا على جسر الرينج. تجدر الإشارة إلى أنه في تمام يعني حوالي الساعة 12 حصل تدافع بسيط يعني بين القوى الأمنية وبين المتظاهرين في محاولة لفتح الطريق، ولكن الطريق ما زالت مغلقة والثوار والمتظاهرين ما زالوا هنا. هذا هو المشهد من جسر الرينج. ليال عودة لعندك. شكرا على هذه المعطيات. أوتوستراد جلال الدين من جديد مقطوع، وذلك بعد مسيرة انطلقت من ساحة الجديدة. الزميل مارون نصيف والتفاصيل. مارون، آخر المعطيات من جسر جلال الدين. ليال، بالفعل أوتوستراد جلال الدين لا يزال مقطوعا بالكامل وبالاتجاهين على المسلكين الشرقي والغربي. المتظاهرون لا يزالون هنا في وسط الأوتوستراد، فقط الخط البحري، الطريق البحرية فتحت وحولت إلى مسربين يعني صعودا ونزولا من وإلى العاصمة بيروت. يعني المتظاهرون يرفضون الخروج من الشارع، هم ينوون إعادة تثبيت هذا الاعتصام هنا في جل الديب تحت جسر جل الديب ونصب الخيم بحسب ما قالوا عبر مكبرات الصوت. الجيش اللبناني موجود هنا منذ أن وصلت هذه المسيرة من الجديدة حيث انطلقت عند 8:30 صباحا إلى هنا. الجيش متواجد في المنطقة لكنه لم يتدخل ولو لمرة واحدة، ولم يحصل ولا أي إشكال بين المتظاهرين والجيش اللبناني. فقط وقعت سجالات بين المتظاهرين ومواطنون ومواطنين يريدون عبور الطريق المقطوع. عملية قطع الطريق هنا حصلت يعني بإطارات مشتعلة وعبر المواطنين الذين وقفوا وسط هذا الطريق. لم ترمى كما في المناطق الأخرى زيوت ومستوعبات وحاويات نفايات في وسط الأوتوستراد. كما تشاهدون الوضع هنا لا يزال على حاله منذ حوالي ساعتين من الآن. المتظاهرون هنا ينتظرون ويقولون عبر مكبرات الصوت إنهم ينتظرون وصول طلاب مدارس، سيخرجون من مدارسهم عند الساعة 2:30 وينضمون إليهم هنا على أوتوستراد جل الديب. علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان الجيش اللبناني الذي كان يمنع سابقا قطع الطرقات وتحديدا في هذه النقطة الحساسة، إذا كان الجيش سيسمح بإعادة تثبيت الاعتصام هنا ونصب الخيام في وسط الأوتوستراد. ليال، شكرا للزميل مارون نصيف. وكما في جل الديب كذلك في جوني جرى قطع الأوتوستراد في محيط جسر الرسل قبل أن ينتقل المعتصمون إلى الزوق، من حيث تنضم إلينا زميلة رودين أبي خليل. رودين، أيضا تفاصيل نهار جوني معك. نعم ليال، يعني يوم الغضب اللي سموه ثلاثاء الغضب كان له حصة كبيرة بجوني اللي بلشت صباحا مع يعني التجمع عند مستديرة جوني. كان في تلاميذ وطلاب مصرين على إعادة إحياء الثورة والاحتجاجات، ولكن من بعد انتقلوا إلى جسر جوني وتحديدا قرب جسر الأباتر، وتم قطع الطريق على المسلكين الغربي والشرقي. شفنا في عناصر من قوى الأمن الداخلي موجودة، ولكن لم يكن هناك محاولة من العناصر الأمنية إلى فتح الطرق، ولكن فقط كانت موجودة لحماية المتظاهرين والمارين أيضا وفض الإشكالات اللي حصلت بين بعض المتظاهرين والسيارات اللي حاولت المرور. نحن موجودين حاليا على أوتوستراد الزوق، على هذه النقطة تحديدا محل ما كنا نشوف احتجاجات كثير كبيرة ونقطة مركزية. رجعوا المتظاهرين إلى هذه النقطة، انطلقوا من جوني بمسيرة باتجاه الزوق وأقفلوا الطريق على المسلكين الغربي والشرقي بالإطارات ولكن غير المشتعلة. بدنا توضعنا بالصورة اليوم شو أبرز يعني أولويات الثورة باختصار لو سمحت.
بغض النظر عن تعدد الساحات، أبرز أولويات الثورة هي مطالب الثورة الحقيقية. نحن من أول ما نزلنا على الأرض عم نطالب بحكومة اختصاصية تعمل مرحلة انتقالية للبلد، لتعمل انتخابات نيابية مبكرة، لنرجع ننتخب نحن طاقم سياسي نضيف يقدر يقوم بهيدا البلد ويقدر يوصلنا لبر الأمان، لأن بلدنا حرقوا دينه وبلدنا استنزف. نحن ما منضاين بقى أكثر من هيك، وأهم أهم شيء استقلالية القضاء واسترداد الأموال المنهوبة، لأن اليوم عجزنا بلبنان بيتخطى تقريبا ال 100 مليار دولار، السياسيين اللي عندنا معهم 300 مليار دولار برات البلد. شكرا لك. وأيضا هذا المشهد بذكرنا أنه من المشاهد السابقة اللي شفناها بأوائل أيام الثورة، الإصرار رجع على الشارع؟ أكيد هذا الإصرار ما في تراجع عنه ولا 1%، وقلت لك إياها كنا بجوني، قلت لك حنضل وجايين نبقى هون. بس أنا هلا بدي أحكي كلمة، بدي أعتذر على اللي عم بيصير وعم بتشوفوه المشاكل، عم بفوت مندسين بيناتنا للأسف، ما عم يعرفوا شوي يتعاملوا معهم، بس عم ترجع تنحل القصة، ومنتشكر الجيش والقوى الأمنية على الشيء اللي عم يكونوا معنا فيه. بس شكرا لك. إذا ليلى احنا باقيين بزوق لنشوف كيف الأمور راح تتطور بهذه النقطة. شكرا للزميلة رودين أبي خليل. وفيما الشارع ينتفض من جديد، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن عوامل خارجية وداخلية تضافرت لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان. عون وخلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية معتمدين في لبنان تناول التظاهرات، فقال إنها شكلت وخصوصا في بداياتها فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود. أدى الضغط الاقتصادي المتزايد إلى نزول الناس إلى الشارع بمطالب معيشية محقة، وبمطلب جامع لكل اللبنانيين هو محاربة الفساد. لقد شكلت التظاهرات خصوصا في بداياتها فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود، لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعا قويا للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة إصلاحات كان يستحيل إقرارها في السابق، ولكن محاولات استغلال بعض القوى السياسية للتحركات الشعبية أدت إلى تشتت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة، وأفقدتها الوحدة التي انطلقت منها للمطالبة بإحداث التغيير. كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين حرف بعض الحراك عن تحديد مكامن الفساد الحقيقي وصانعيه بصورة صحيحة. ولازلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد. من ناحية أخرى، تعامل الجيش والقوى الأمنية بحكمة كبيرة مع هذه الحركة الشعبية، فأمنوا أمن المتظاهرين وسلامتهم وحفظوا حريتهم في التعبير. إن تشكيل هذه الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي، مما تطلب بعض الوقت، فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة. وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى الحكومة الموعودة، مقدمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر. في غضون ذلك، عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى بيروت بعد أمضائه أياما عدة في باريس، وقد عرج في طريق عودته إلى سلطنة عمان، حيث قدم التعازي بالسلطان قابوس بن سعيد للسلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد. عودة الحريري تزامنت مع لقاء بين الرئيس بري والوزير باسيل في عين التيني، من حيث تنضم إلينا الزميلة هدى شديد. هدى، تفاصيل هذا اللقاء معك.
بالفعل هذا اللقاء ليال مستمر من الساعة 12:30، يعني أكثر من ساعتين، بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل اللي زار عين التيني قبيل اجتماع تكتل لبنان القوي، والموقف اللافت الذي يقيل أنه سيصدر بعد اجتماع التكتل فيما يتعلق بالأرجح بأن التكتل لا يريد المشاركة في الحكومة ولكنه سيسهل ولادة الحكومة ومع الرئيس المكلف حسان دياب. بهالوقت هذا الموقف وكأنه أقرب إلى موقف الرئيس نبيه بري اللي أعلنوا بالأمس عن أنه بده يسهل ولادة الحكومة ولكنه قد لا يشارك فيها، ولكنه رح يمنحها الثقة من أجل تسهيل ولادة هالحكومة. بكل الأحوال القوى السياسية التي وقفت وراء تكليف حسان دياب تقف أمام مأزق التأليف كما أمام مأزق تصريف عملية التصريف، تصريف الأعمال مع حكومة تصريف الأعمال، بوقت أنه الرئيس سعد الحريري بيعتبر أنه ما بده يصير مثلا نقل المشكلة من عملية التأليف إلى تصريف الأعمال، ومصادره قالت للـ BCI أنه تصريف الأعمال قائم عمليا على مستوى رئيس الحكومة والوزراء، لكن تصريف الأعمال لن يتحول إلى غطاء لتعويم الحكومة. بكل الأحوال كان في اتصالات مع الرئيس المكلف اللي بالمصادر المطلعة على موقفه بتقول عند شروطه، عند موقفه من عملية التأليف والشروط التي جاء بها، وليس بوارد الاعتذار على الإطلاق، وحتى بيعتبر أنه حركة الشارع وعودة التحرك إلى الشارع ليس معنيا به، إنما هو داعم لموقفه بعملية التأليف بوجه الشروط، شروط السياسيين، والدليل أنه ما في أي تحرك تحت منزل الرئيس المكلف على عكس الأيام الماضية. بكل الأحوال أيضا بدي أشير إلى أنه الوزير سليم جريساتي واللي كان زار الرئيس المكلف بيقول أنه التشاور والتواصل قائم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وهو ما زاره من أجل الطلب إليه الاعتذار على الإطلاق، إنما للتشاور بموضوع الحكومة بعددها، بتخفيض عددها أو رفع عددها. وهناك معلومات تشير إلى أنه البحث يجري بإعادة تفعيل عملية التأليف بدءا من الصفر، من البحث بأن تكون من 24 وزيرا، كل وزير يحمل حقيبة، وهيدا الشيء بيرجع بعيد الأمور إلى النقطة الصفر. بكل الأحوال ناطرين انتهاء الاجتماع بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل لمعرفة على شو اتفقوا بمواجهة أزمة التأليف وأزمة تصريف الأعمال. ليال، شكرا للزميلة هدى الجديد. بعد الفاصل لجنة الرقابة على المصارف تتحرك على خط التحويل إلى سويسرا.